يعني أريد أن ألفت المشاهد الكريم، هناك شيء اسمه الوصايا العشر لليهود. هذه الوصايا العشر تعطيهم كيف يستطيعون أن يدخلوا الجنة. أتعلمين أن في هذه الوصايا العشر لا توجد لا تكذب؟ لا توجد لا تكذب، لأن الكذب مباح. هم دائما يمارسون الكذب والتضليل والتزييف والخداع. مسألتين، المسألة الأولى هي الإنكار، المسألة الثانية الكذب. في هذه الرواية تحديدا مارست إسرائيل العمليتين في كل جرائمها. هي عمليا تمارس الإنكار، أولا لا تعترف بجريمة، ثم تكذب لتخلق رواية مضادة لكي تغطي على الجريمة الأساسية وتتوه القصة. يعني شيرين أبو عاقلة أقرب مثال على سبيل المثال. الآن هل يصدق العالم أن كل هذا الذي جرى، أكثر من 3000 شهيد وضحية وآلاف، عشرات الآلاف من الجرحى، آلاف البيوت التي تهدمت على مرأى من العالم، من الطيران الإسرائيلي، من القنابل الأمريكية المعطاة لإسرائيل، كل هذا لا يعتبر جريمة إنسان؟ فلندع المستشفى على جنب، ما جرى خلال 12 يوم 11 يوم واليوم 12، كل هذا ليس جريمة؟ يعني هناك فائض القوة الذي يتحكم بالعقل. الدعاية الكاذبة هي التي تسيطر على المشهد. طبعا يعني هذا شيء مؤسف وشيء محزن، كلنا غضب، نحن الذين يهمنا هذا الشعب الذي دمه هو دمنا، جسده هو جسدنا، وبالتالي علينا بالإعلام تحديدا، لأن الرواية الموجودة لا نملك إلا أن نكون نحن مقاتلين في هذا المجال. في الإعلام علينا تعرية هذا الخطاب الديمغواجي الكاذب الذي يمارسه الرئيس بايدن إلى أصغر موظف بالإدارة الأمريكية. فبالتالي يجب أن يكون هناك رواية، ليس رواية، يجب أن يكون هناك منطق إعلامي قوي في مواجهة هذه الدعاية الصهيونية. يعني اليوم مع تنصل إسرائيل لنقول من المسؤولية عن هذا الحادث، وتضارب الروايات ما بين المسؤولين وما بين تأييد بايدن وما بين تأييد باقي الدول لنقول لما جرى بالأمس، ولكن هناك صمت دولي مطبق على الحدث. فبرأيك هل ستتكرر هذه التجاوزات على المدنيين وانتهاكات بحق المدنيين في الأيام المقبلة، وهذه حرب ولا نعلم إلى أي مدى ستستمر؟ بكل تأكيد اليوم، يعني بالبارحة كان القصف مستمر، قبل كما قلت لك قبل قليل 11 يوم قصف، يعني الذي نزل من قنابل على غزة خلال هذه الأيام يعادل قنبلة هيروشيما. العالم يرى من يموت، الجثث ليس لها مقابر، ومع ذلك هناك حاجة لنا لكي نبرهن أنه ليس الجهاد الإسلامي الذي قصف المستشفى. أي منطق أعرج وغبي وأحول الذي يدير العالم؟ القوة آية هي التي تدير العالم للأسف. نعم طيب، يعني